تعالى نعمل كيكه جوز الهند. كيكه جوز الهند بجيب جوز هند ناعم وبجيب لها دقيق وبجيب لها سنه ملح وبيكنج باودر، وبجيب لها عندي كوبايه من السكر، واحط لها عليها كوبايه من زيت الذره، واحط لها عليها شويه فانيليا، واحط كوبايتين من الميه الدافيه، كوبايتين ميه دافيه، يبقى زيت وسكر وفانيليا وميه دافيه. خطواتك كده سهله جدا وحاجه ما فيهاش اي مشاكل. قدامك اهو عندي الدقيق والبيكنج باودر وعندي الجوز الهند والملح. ادي الدقيق والبيكنج باودر وجوز الهند والملح مع بعضهم، تمام، وادوب السكر كويس قوي مع الزيت. وده ارجع هنا عندي كيكه جوز الهند عايزه شربات خفيف سخن، وعندي البسبوسه عايزه شربات خفيف سخن. بحط اهو كوبايتين ونص من السكر، ضمتهم على بعض اللي بتاعت هنا وبتاعت هنا عشان اعملهم كلهم مع بعض، وعليهم كوبايتين ونص من الميه. بس انا عملت خمس كوبايات وخمس كوبايات، لكن هي المقادير عندك كوبايتين ونص لده وكوبايتين ونص لده. خدي بالك من التفاصيل. وادوب السكر كويس قوي وارفع النار عليه، وبعد الغليان بديله عصير ليمون. البسبوسه طالعه سخنه اسقيها، كيكه جوز الهند طالعه سخنه اسقيها عشان استمتع بكل التفاصيل والحركات والتكات. والشربات التقيل ده البارد ده اللي انا عاملاه للهريسه، اول ما تطلع اسقيه يكون بارد. خدي بالك من التفاصيل كده. دوبت عند الاثنين معاك زي ما انت شايف كده قدام. تعالى نعمل البسبوسه. عشان نعمل البسبوسه اول حاجه بعمل ايه يا عم حسن؟ فرشه. اول حاجه بجيب الصينيه بتاعتي وبدهنها ماده دهنيه زيت او سمنه نباتي، اهو بسيط كده اهو في كل حته فيها ومن الحروف بتاعتها، عشان اعمل احلى بسبوسه صيام. يا ام وائل مساء الفل يا غاليه، سلام لكل الف يوم. الله يخليك الله يخليك. ايه العظمه ده كلها يا شيف حسن يا قباها؟ ربنا يخليك يا ام وائل يا قباها، ده انت اللي قباها. الله يخليك ما تحرمش منك، الله ينور في الاكلات الصيام اللي انت عم تعملها لنا. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيب ما نتحرمش منك يا باشا ابدا. ربنا يخليك يا ام وائل. الله يخليك. بس انا موضوع الكبده اللي انت بتقول عليها حضرتك دي امبارح انا ما حضرتهاش لان انا برجع من الشغل متاخره. طب استني بس عليا، انا مش سامعك، وقفت التلفزيون واسمعي. لا انا بعيد خالص عن التلفزيون يا شيخ. امال الصوت بيرن ليه كده؟ استني قولي لي الكبه ايه عشان اسمعك. بقول لك حضرتك بتقول انا عملت كفته امبارح وكبه وحاجات كده ما حضرتهاش. لان انا جيت متاخره، باجي متاخره من الشغل. احنا اسفين، احنا اسفين. حاضر. لا لا زي انا قبل كده طلبت منكم يا ريت تاخر الميعاد شويه عن حاضر. عن كده بس اذا ظروفكم مستحمله. لا بقى. حاضر 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 ماشي، نزلوا لنا الحاجات دي بعد اذنك كده تحت امر نشوفها. ماشي تحت امرك، تحت امرك. كل سنه وانتم طيبين جميعا. تعالى كده اهوت نعجن عندنا البسبوسه. ثلاث كوبايات من دقيق السميد، خد بالك من التريك اهو، ثلاث كوبايات من دقيق السميد، معلقتين جوز هند، ذره من البيكنج باودر، وادخل كل ده مع بعض، دقيق السميد وجوز الهند وذره البيكنج باودر كده. في وعاء اخر، خد بالك من التريك اهو، في وعاء اخر بحط ايه؟ بحط عندي ثلاث ارباع كوبايه من السكر، تلات ارباع كوبايه من الزيت، تلات ارباع كوبايه من عصير البرتقال، خدي بالك من التفاصيل، نص كوبايه شربات تقيل. يبقى دوب السكر اللي هو تلات ارباع كوبايه سكر مع تلات ارباع كوبايه زيت مع تلات ارباع كوبايه عصير برتقال مع نص كوبايه شربات تقيل. خدي بالك لازم تدوبيه كويس قوي، واحده واحده كده مع بعض. وعندي الخليط اللي على النار بتاعي بتاع ايه؟ كيكه جوز الهند، عبارة عن كوباية سكر وكوباية من الزيت وكوبايتين مية دافية وذرة من الفانيليا. أدوب هنا السكر مع الزيت مع عصير البرتقال كويس قوي مع الشربات التقيل. خدي بالك عشان تعملي أحلى بسبوسة مسكرة بقولها فيها مية مارادونا. واحدة واحدة كده مع بعض. داب عندي الكلام ده كله أهو، السكر والزيت وعصير البرتقال والشربات التقيل، لازم تتأكدي إن هو داب كويس. بعد كده أروح جاية بقى التركة المهم، ضيفاه كله كده على السميط وجوز الهند والبيكنج باودر. وخدي بالك اعجني، يبقى الخليط مرمل، اعجني ما يبقاش مبسوس، مرمل زي ما انت شايفه كده قدام. تاكدي ان الخليط بتاعك السائل داخل مع المرمل ده كده قدامك. بص الترميله، هي دي الترميله المهمه عندي. يا سلام تركات وحركات. وبص هنا على الشربات بتاعه، الشربات بتاعه كوبايتين ونص من السكر على كوبايتين ونص من الميه بعد الغليان عصير ليمون. البسبوسه تطلع واخده اللون الذهبي الغامق، اسقيها بالشربات اللي بيغلي ده. واقول سلام عليكم يا عم محمد. حسن صباح الفل يا عم محمد، نهارك قشطه.
نهارك زي الفل. عايزين نسأل على وصفة الحواوشي الاسكندراني. حاضر، لحمة بعجين من العندي قبل العندي اعملها لكم ان شاء الله اذا احيانا ربنا الاسبوع الجاي. لحمة بعجين بكل حاجته من العندي قبل العندي يا عم محمد. حاجة تانية يا غالي؟ تحت امرك. تعالى ناخد الخليط المرمل ده احطه في الصينية اللي فيها مادة دهنية وطحينة. طحينة ليه؟ عشان تعمل لي احلى كريسبي الحروف بتاعة البسبوسة من بره. تمام، مرملة، بص عليها كده مرملة، لازم تبقى مرملة كده. بتجيبي بولة، خدي بالك من التريك اهو، تبلي ايدك في مية كده وتوزعي كده، خدي بالك اهو، توزعي 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 واحدة واحدة كده، تبلي ايدك مية وتوزعي خليطك يبقى كله سمك واحد. وهقول لك التركه المهمه، لازم تخبطيها خبطتين كده عشان ما يكونش فيها هواء تبقى معيشه، خبطتين كده اهو على الرخامه بتاعتك. التركه المهمه الثانيه يا حسن ايه هي؟ انك بعد ما خبطتيها تكون مقاسها السمك بتاعها نص عقله صبعك، خدي بالك من التركه، نص العقله بتاعت صبعك من كل حته كده مش من حته بس، تمام؟ يبقى نص عقلة صبعك. بعد كده تسويها تاني بعد ما قستيها، لو تخينة قلليها شوية، خدي بالك اهو، تخبطيها خبطتين. عندك لوز، عندك فستق، عندك زبيب، تدخليها سادة، رصي اللوز بتاعك كده بالشكل ده كده واضغطي عليه عشان ما يعومش وانت بتسقي، يعني تحطي اللوز تقشريه وتحمصيه وبعد كده ترصيه كده زي ما انت شايفة، وبعد كده تحطي لها بندق، تحطي لها فستق، تسيبها سادة زي ما انت عايزه، دلعي نفسك ودلعي عيالك زي ما انت عايزه قدامك التفاصيل يا عم معتز. والله انت خسارتك في وخسارتك في الدنيا دي. ليه بس يا عم معتز؟ انت بروفيسير بروفيسير بروفيسير. ربنا يخليك ليه يا عم معتز يا غالي. ممكن سؤال بسيط معلش؟ اتفضل يا عم معتز يا غالي. معلش انا اسف ان انا هزعجك. لا تحت امرك. ليه لما اجي اعمل المنين بيبقى ناشف؟ بص، المنين الكيلو بياخد 300 400 جرام سمنه، من 300 ل 400. 300 ده بيبقى ايه؟ متوسط. 400 ده بيبقى ناعم. شوف انت حطيت قد ايه وان شاء الله هيطلع معاك زي الفل يا عم معتز. حاجه تاني يا عم معتز؟ طب بيتحط له سكر؟ اه، لازم معلقه سكر عشان يلون ياخد اللون الذهبي. معلقه سكر واحده. كوبايه سكر؟ لا، معلقه يلون بس عشان ينفع الفرن. لا تحت امرك يا عم معتز، تحت امرك يا غالي. رصي زي ما انت شايف اللوز، البندق، الفستق، الزبيب، سيبها ساده زي ما انت عايز. التركه المهمه بقى هنعمل ايه يا حاج ياسر؟ فرنك على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق. بعد 5 دقائق بتعملي ايه؟ بتخفضي الحراره الى 200 وتسيبيها 25 دقيقه على ما يكون كوبايتين ونص الشربات وكوبايتين ونص الميه غلي وخدوا عصير ليمونه وتبقى بتغلي. خدي بالك من التركه، لازم الشربات بيغلي والبسبوسه سخنه واخده لون ذهبي غامق. ونقول سلام عليكم يا استاذه فرح. فرح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا حركاته يا تكاته. يا جماله يا جماله. ازيك يا شيفنا؟ صباح الفل يا استاذه فرح، نهارك الله يخليك. عامل ايه يا بابا؟ كله فرح يا ام فرح يا غاليه، سلمينا على فرح. الله يبارك لك، الله يخليك. ربنا يخليك حضرتك. كل بون يا حبيبتي يا غاليه. انا كنت عايزه ابعت اهداء بس. اتفضلي يا غاليه، تحت امرك. انا كنت عايزه ابعت لشيماء حماده، عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها بكره. صاحبتك دي؟ لا، هي بنت عمه جوزي بس زي اختي. اختك يعني. اختك يا شيماء يا حماده، اختك بتقول لك كل سنه وانت طيبه يا شيماء، وبرنامج اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه بيقول لك يا شيماء كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وخالتها برضه عايزه تقول لها كل سنه وانت طيبه. وخالتك كمان بتقول لك كل سنه وانت طيبه يا شيماء، والشيف حسن بيقول لك كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكم لبعض. الشربات ده جاهز لايه؟ للبسبوسه. والشربات ده جاهز لايه؟ لجوز الهند. بعد ما اندمج السكر والزيت والميه والفانيليا كويس قوي كده، اروح جايه مره واحده حاطه له الدقيق اللي فيه البيكنج باودر والملح، وحاطه له جوز الهند الناعم اللي قد الدقيق وجوز الهند مع بعض. وادي اعجنيهم. على ما يتعجنوا اجهز لهم الفورمه بتاعتهم تكون مدهونه ماده دهنيه وكمان مدهونه متبصمه دقيق عشان تتقلب. دي كيس جوز هند. اما الكيكه الاسفنجيه بقى اللي هعملها بطعم الشوكولاته، خدي بالك من التريك اهو. اجيب لها كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الزيت، ذره فانيليا، ذره فانيليا، احط لها كوبايه ونص ميه دافيه، كوبايه ونص ميه دافيه. ويا ام ياسين،
ازيك يا شيخ حسن؟ مساء الخير يا ام ياسين، مضرب سلك مارادونا. مساء الفل عليك يا شيخ حسن. عليكم جميعا يا ام ياسين. ازاي حضرتك؟ كله زي الفل بنفس حضراتكم جميعا. انا ليا سؤال بس عند حضرتك. اتفضلي يا هانم. انا بس كل ما اعمل كيكه بتنشف على طول مني ليه؟ كيكة ايه؟ عادية ولا كيكة بتسبني؟ كيكة عادية خالص، كيكة عادية. بص الكيكة العادية سهلة جدا يا ام ياسين. بص بتحطي خمس بيضات ونص كوباية سكر وذرة فانيليا مع بعض تنعميه، تحط لهم كوباية سمنة سايحة، كوباية زيت، كوباية عصير برتقال، كوباية لبن زي ما أنت عايزة، السايل تحط زيت، تحط سمنة، تحط زبدة، تحط عصير، تحط لبن، اللي أنت عايزاه حطيه فيها، وبعد كده كوباية ونص من الدقيق على نص معلقة بيكنج باودر وذرة ملح، اضربيه كله نعميه على إيدك وصبيه وزقيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة، لأن الفران العادية ما فيهاش درجات، حطيه درجة عالية متوسطة، حطيها فيها 25 دقيقة تبقى معاكي زي الفل يا أم ياسين، وما تنسيش تدعي لي يا غالية. هنا كيكه الاسفنجيه بطعم الشوكولاته، حطيت ايه؟ السكر وحطيت الزيت والميه الدافيه وحطيت له فانيليا، وادي كوبايه ونص من الدقيق، وادي ربع كوبايه من الكاكاو وذره ملح ونص معلقه كبيره بيكنج باودر، واقلبهم مع بعض. بقى عندي الخليط بتاع الكيكه الاسفنجيه بتاعتي بكل تريكاتك وحركاتك وتكاتك. اعجنيها كويس، سيبيش كده عايز مضرب جامد عشان اعجن بيهم بعد اذنك. ارجع ابص على الكيكه بتاعت جوز الهند. كيكه جوز الهند لازم تبقى تقيله كده، تعمليها في صاج، تعمليها في صاج زي ده، صاج الفرن، تدهني ماده دهنيه وتبطنيه دقيق وتقطعيها او تعمليها في فورمه. كل خطواتك اهم حاجه بعد ما تطلع من الفرن لازم تسقيها الشربات البارد الخفيف ده يكون سخن. خدي بالك يا استاذه ميرفت، صباح البحر. صباح الفل. نهارك ايش؟ ايه التكات الحلوه دي؟ ربنا يخليك لينا يا رب. يا جماله يا جماله، يا حركات يا تكات يا استاذه ميرفت، حركات وحاجات جميله، ربنا يخليك لينا دايما، فاكرنا كده كل سنه وانتم طيبين دايما معانا مع بعض. ربنا يخليك لينا يا رب. انت نسيت المكان المصريين يعملوا في رمضان الكحك العيد، ونلاقي جيرانهم والمسيحيين قاعدين ينقشوا معاهم الكحك؟ طبعا. ولا نسيتي؟ ولا حد نسي الكلام ده؟ ما كلنا كده متربيين مع بعض، ما مسيحيين ومسلمين حوالين بعض طول عمرنا. نسيت الطبق اللي بيلف في الشقق كلها وبيلف في البيوت؟ طبعا يا شيخ حسن. كل سنه وانتم طيبين جميعا، كل سنه وانتم طيبين. طيب وانت فاكرنا، احلى حاجه ان انت فاكرنا. لا ده فوق دماغي من فوق. ربنا يخليك لينا يا رب. امين امين يا رب العالمين. ولسه احنا معاكم كمان التقيل ورا. ربنا يخليك، تحت امرك تحت امرك، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك ولادك يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. تعالى حط كده لو فيها رزاله بس اموريني. تعيد الكيكه اللي هي في البرتقال بس. من عندي قبل العندي. حاضر، تحت امرك. ربنا ما يحرمنيش منك. تحت امرك. بص كيكه جوز الهند، كيكه جوز الهند دي ما حصلتش تديكي طاقه لعيالك في ايام الشتاء دي، جميله جدا وصيامي 100%. تقدري تعمليها في صاج او تعمليها في فورمه زي دي كده، وبعد ما تستوي الشربات يكون سخن البارد ده تسقيها بيها، هتبقى احلى 100 مره من البسبوسه واحلى 100 مره من الهريسه. خدي بالك الكيكه دي تستمتعي بيها. ارجع تاني هنا لكيكه الشوكولاته اللي هي الكيكه بتاعتي الاسفنجيه بطعم الشوكولاته. انا عملت بطعم الايه؟ الفانيليا. تعالى هنا نصبها برضو وادخلها الفرن على درجه حراره 180 35. دي عايزك تشوف القوام. بص القوام بتاعها واتدلع وعايش الناس تتاكل نيه كده، واحده واحده كده مع بعض. القوام بيقول لك يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته. فرني برضو على درجة حرارة 180 35 دقيقة دخلها معاه. النقطة المهمة بقى عندي الهريسة اهي قدامك اهي، أول ما تستوي الشربات التقيل البارد، بأكد عليه الشربات التقيل اللي أنا عملته في الفصل الأولاني يكون بارد وتكون هي طالعة سخنة، لكن البسبوسة اللي أنا حطيتها بعد خمس دقايق على درجة حرارة 220 بخفضها إلى 200، ويكون الشربات اللي انا عامله الكيكه جوز الهند والبسبوسه يكون بيغلي، والبسبوسه تكون طالعه من الفرن واخده لون ذهبي غامق. يبقى هنسقي ايه يا عم حسن بالشربات اللي على النار اللي بيغلي ده؟ كيكه جوز الهند والبسبوسه. اما الشربات البارد اللي موجود بره ده هسقي بيه الهريسه اللي فوق دي، الهريسه واللي تحت البسبوسه، عشان ما تتوهيش معايا. عملت لك ست افكار، احتاري واختاري فيهم عشان تمتعي عيالك وتديهم طاقه. الشربات ده للبسبوسه والجوز الهند، اما الشربات التاني التقيل البارد للهريسه. يا جمالك يا حاج ياسر، يا تفاصيلك
يبقى بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا من امبارح مهرجان صيامك عندنا مش في أي حتة تانية، عملنا لك مأكولات كتيرة من ضمنها طبعا الكفتة اللي احنا عملناها على الشيش، وعملنا كمان الكبة بكل تفاصيلها، وعملنا كمان الحواوشي، وعملنا الشاورما، احتاري واختاري، الشاورما عملناها بالمشروم وعملناها بالبطاطس مع الطعمية، احتاري واختاري في الحاجات اللي احنا عملناها كلها، النهارده عملنا لك 6 كيكات مختلفين، شوفي انت عايزة امكانياتك تحت ايدك ايه واعملي واختاري فيهم، او غيري كل اسبوع اعملي صنف من اصناف عشان تغيري العيال، كل الاصناف فيها قيمة غذائية عالية جدا 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 عشان تقدري تكملي الصيام، وفي نفس الوقت عشان الشتاء بتاعنا السائع، لكن التركات والحركات لها ناسها، انتظروني.